بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC ومع هذه السلسلة الجديدة تحت عنوان التطبيق العملي للتداول على المنصة. مبدئيا كده هيكون الشرح على منصة IQ Option. طيب قبل ما نعمل استكشاف للمنصة، تعالوا بينا نعرف ما هو الفرق بين البروكر والمنصة. البروكر هو وسيط يربط بين المتداول وبين السوق، وهو يقوم بتلقي أوامر المتداول وينفذها بشكل كامل سواء بالبيع أو بالشراء. أما المنصة فهي المكان الذي نجري عليه أو فيه عمليات التداول، وتعتبر المنصة هي الوسيلة التي نتواصل من خلالها مع الوسيط أو البروكر. طيب ما هي أنواع المنصات؟ رقم واحد، الطريقة العادية، أنا ممكن أدخل على الويب سايت أو موقع البروكر وأتداول عليه بشكل عادي، مفيش أي مشكلة، يعني أدخل على الموقع وأتعامل معاه على أنه هو المنصة وأتداول سواء بالبيع أو بالشراء، وده يعتبر أول نوع من أنواع المنصات وهو الويب سايت نفسه. الطريقة الثانية وهي الأفضل، لو المنصة موفرة تطبيق، يعني بينزل على جهاز الكمبيوتر أيا كان، كمبيوتر شخصي أو لابتوب أو موبايل أبليكيشن، فده بيكون أفضل لأنه هيكون سريع وهيكون شغله أفضل بكتير، وخاصة لو لابتوب إمكانياته عالية هتلاقي البرنامج بيشتغل بسرعة وبشكل أفضل. أما النوع الثالث فهو برضو أبليكيشن أو برنامج بينزل على التابلت أو الموبايل، ودي برضو طريقة ممكن من خلالها فتح حساب حقيقي والتواصل من خلالها مع الوسيط أو البروكر والتداول من خلالها. طب هناك سؤال بيطرح نفسه، هل هناك فرق في دخول الصفقات على الويب سايت أو على الأبليكيشن أو على الموبايل أبليكيشن؟ الإجابة بكل بساطة، في الأسواق العادية المفروض ما يكونش فيه اختلاف، لكن من واقع التجربة العملية لقينا أنه خلال التداول في الخيارات الثنائية هناك اختلاف بسيط جدا بين الويب سايت والموبايل أبليكيشن والأبليكيشن نفسه الخاص بالمنصة على اللابتوب. في أشياء ممكن نلاقيها على الويب سايت ومش موجودة على الأبليكيشن موبايل، وبالتالي هيكون الأفضل للمتداول إنه يشتغل على الأبليكيشن الخاص بالمنصة اللي بينزل على الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب، لأنه هيكون أسرع والتعامل عليه هيكون أدق بطريقة كبيرة جدا. دي كانت مقدمة بسيطة على التعامل على المنصة، منصة IQ Option في الخيارات الثنائية. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنقوم بشرح المنصة كاملة خطوة بخطوة، ونعرف كيفية التداول عليها، وهنشرح جميع الإعدادات الخاصة بالمنصة بحيث يكون التعامل معها بفهم وبكل سهولة. كمان هنشرح إزاي نتواصل مع طرق الدعم بحيث لو واجهتك أي مشكلة تقدر تتواصل معهم. إلى أن نلتقي، لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح غطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.